كريم عبد العزيز، برج الأسد، مولود يوم 17 أغسطس، وبشوف إنه ممكن السنة دي يكون فيها شوية ضغوط أو شعور بالإحباط من وقت لآخر، فبقول للفنان كريم إنه ممكن يكون محتاج إنه يعيد البناء من أول وجديد، بس ممكن يحصل على ثمرة جهوده في السنة اللي بعدها إن شاء الله، فيصبر وما يفقدش الأمل، وفي نفس الوقت ما يخاطرش وما يغامرش.